نرجع تاني ونتكلم بقى عن المنتخب الوطني وعن كيروش. كيروش الحقيقه الان حط البرنامج بتاعه، حط الاستعداد، وهو ده الحلم اللي بنحلم بيه ان شاء الله باذن الله يوم 25/3 في استاد القاهره الساعه 7:30 اللقاء. هتروح الماتش في الاستاد؟ مباراة مهمة جدا طبعا. شوف شهرتك بقى طبعا، الصور والسيلفيهات. لا خالص، انا انت والاسطورة. لا الاسطورة مشهور، لكن انا شفتك من داخل مدرجات الزمالك اطلاقا يا كابتن. دنيا ثانية. ربنا يكرمك، نشوف رمضان ده هتعمل ايه، مسلسل ولا هتعمل ايه؟ مباراة مهمة جدا، حلم جمهور كرة القدم المصرية كله، حلم مهم جدا جدا لينا، التأهل لنهاية كأس العالم في قطر. ده يعني حاجة بالنسبة لنا كبيرة جدا جدا. لجيل محمد صلاح ولمحمد صلاح وللجيل ده، الجيل اللي أدى ورفع رأسنا في بطولة الأمم الأفريقية وعمل مباراة عالية جدا، الجيل ده استحق التأهل لنهاية كأس العالم. احنا كمان كمصر نستحق نتأهل لنهاية كأس العالم، نستحق نكون متواجدين في قطر، لأن قطر قريبة مننا، فالجمهور المصري هيبقى مالي جنبات الملعب في مباراة المنتخب المصري. اعتقد باذن الله اذا تاهلنا منتخب مصر ان شاء الله يبقى طموحه يعدي الدور الاول. عندك حلم في الماتشين دول؟ يعني انا بقعد كده اتخيلها، مش عارف يعني اقول ايه، يعني يا رب مثلا هنا ان شاء الله باذن الله مثلا 1-0 او 2-0، بس مش عايز اقول 2 عشان مابقاش ضغط، 1 وهناك مثلا نتعادل، ولا ممكن تمشي بالعكس، ولا ممكن نكسب هناك، ولا ايه؟ ما فكرتش فيها. لا، الماتشين صعبين جدا. ولما يبقى المنافس اللي قدامك المستوى متقارب جدا، فزي ما حضرتك بتقول انك تكسب 1 أو 2 ده اقصى يعني. طبعا طبعا طبعا، انت بتلعب منتخب كبير جدا طبعا، فبالتالي انك تكسب 1 أو 2 دي حاجه يعني كويسه. بس اتمنى ان نلعب بتشكيل هجومي بعض الشيء، طبعا في توازن دفاعي، بس نلعب بتشكيل هجومي شويه في مباراه القاهره، ونلعب بتحفظ شويه في مباراه السنغال. لكن انك تلعب ما احنا مش عايزين نقول تحفظ مباراه السنغال، غير ان شاء الله باذن الله لما ربنا يكرمنا في الاولى ونشوف النتيجه. باذن الله نكسب الاولى ونلعب بتشكيل يعني في نزعه هجوميه بعض الشيء، ونروح هناك نلعب على الكونتر اتاك او الهجوم الخاطف ده، نخطف هدف، لو خطفنا هدف يبقى احنا صعبنا عليهم المهمه، وان شاء الله نتاهل باذن الله. السيناريو اللي انت في دماغك، انا شايفك قاعد تبص لي وقاعد تفكر. لا، انا متفائل جدا جدا، انا كنت واثق 100% ان منتخب مصر لو كانت مباراه نهائي كاس الامم الافريقيه تاخرت 24 ساعه كده تفرق معانا كتير جدا. احنا للاسف كنا ضحيه الماراثون الكبير اللي عملناه في بدايه الماتش، المغرب كوت ديفوار الكاميرون، الكلام ده كله ده اثر علينا بدنيا بشكل غير عادي، وحتى المباراه النهائيه لعبناها ماراثون، فالله يكون فوق اللاعبين. انا بجد كنت مشفق على اللاعبين، يعني اللاعبين وصلوا لاخر نقطه، يعني ما كانش عندهم نفس تاني انهم يلعبوا دقيقه تاني زياده. لو كانت المباراه تاجلت 24 ساعه بس كنا هنكسب السنغال، انا كنت واثق ان احنا افضل من السنغال. ان شاء الله باذن الله انا متفائل جدا ان هنا هنكسب بنتيجه كويسه، وهناك ان شاء الله باذن الله هنعمل تعادل ايجابي، باذن الله هنعمل تعادل ايجابي. النتيجه كويسه هنا. لا كمان ده سؤال بجد الكلام اللي قاله استاذ عمرو، والكلام اللي قالوه لعيبه الاهلي والزمالك، والحاله اللي عليها لعيبه الاهلي والزمالك، هل دي ممكن تكون ليها مفعول السحر مع المنتخب؟ طبعا يا كابتن طبعا. يعني اولا دلوقتي لعيبه الاهلي والزمالك، انت ليه ذكرت الاهلي والزمالك بس يا كابتن؟ وكل لعيبه المنتخب. لا بتكلم طبعا كل انت عندك محترفين برضه مهمين وليهم دور فعال، بس احنا دايما الناس دايما اتعودوا اهلي وزمالك وشد وسوشيال ميديا اللي هم بيعيشوا ضغط. فالحاله اللي فعلا اتعملت ان مفيش اهلي وزمالك، المنتخب واحد، وحد الصفوف كله في ضهر المنتخب، العلاقه الرائعه ما بين اللعيبه، التصريحات الاكثر من رائعه من امام عاشور لما طلع في الاعلام واتكلم، والولد اتكلم ازاي، طموحاته في اللي جاي، وازاي يعني ندمان في اللي فات، شيء رائع. ازاي الحقيقة جمهور الاهلي احتفى بابو جبل بجد، يعني احتفى بيه احتفاء كبير جدا، لدرجه ان لو واحد ما يعرفش ان جبل ده في الزمالك، لو واحد جاي داخل السوشيال ميديا جديد وما يعرفش، يعني واحد عربي هيفتكر ان ابو جبل ده حارس مرمى النادي الاهلي، لو شاف احتفاء جمهور الزمالك محمد عبد المنعم وحمدي فتحي هيقولوا ان دول زملكاويه. الحاله دي حالة حقيقية ما كانتش مصنوعة. والحالة دي أنا متأكد مع اقتراب موعد مباراة السنغال هتعود، بس هتعود أقوى 100 مرة من اللي كنا عليها، لأن ده الحلم ده أكبر. هل كيروش يفقد السيطرة في التحفظ في المباراة دي، في وجود المباراة في استاد القاهرة، واستاد القاهرة فيه 70-80 ألف؟
هو لسه ما عاش التجربه دي مع مصر، بس عاش قبل كده مع ايران يعني. انا شفت ماتشات ليه مع بس ايران طبعا، بس يعني ايه يعني هو ليه دايما تعليمات. انت النهارده هتلعب في استاد القاهره وسط 80,000. دي قصه تانية. هو شاف الجمهور المصري في الكاميرون مدرج واحد 3-4-5,000 واحد مدغدغين الاستاد. بس هو فهو هيخش المره دي دي بقى هتفرق قوي مع لعبتنا بقى كابتن سيف. اللعيبه اكتر حد يستفيد من الجمهور ده هو لعيبه المنتخب. انا متاكد ان الجمهور ده بجد هيكون هو نجم المباراه رقم واحد. انا متاكد ان الجمهور المصري ان شاء الله نفس الجمهور اللي كان بيروح الكاميرون ده، الجمهور اللي عايز يشجع بجد، الجمهور عايز يشجع. انا متاكد ان اللعيبه دي هتبقى عندها قوه دفع اكبر بكتير 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 من الظروف الطبيعيه. هيقدموا افضل ما عندهم لياقه بدنيه ومهارات، هيقدموا افضل ما عندهم رغبه في الهجوم. انا متاكد باذن الله الوجود الجمهور ده هيساعد بشكل يزيد عن 80% فوز المنتخب. هل الراجل ده ما زال عنده مفاجات لينا؟ يعني الراجل ده فاجئنا بعبد المنعم، فاجئنا بعمر كويس، ده قدمه، فاجئهم برموش. هل الدوري المصري ممكن يطلع مفاجاه اخرى قبل مباراه السنغال؟ ما اتمنىش ان هو يقدم لنا حد جديد، يعني اتمنى ان هو يحافظ على العناصر دي، لان بجد هيخش عنصر تاني هيبقى محتاج تجربه. لا ده مش وقت تجربه، خلاص يا كابتن سيف يعني سبق السيف العازل زي ما بيقول، يعني خلاص دي يعني الحاجه كده على عدلتها خلاص، يعني هي كده. والتشكيل اللي احنا خلاص امننا بيه ووصلنا بيه، يغير مركز لاعب تاني، لاعب ينزل مكان لاعب، لكن يخش عنصر تاني جديد في مركز، في مثلا في الدفاع او في الهجوم تعمل لنا مشكله؟ لا لازم يحافظ على القوام الموجود عنده ده، والقوام ده اكتر من رائع، اكتر من رائع. عمرك فكرت محمد صلاح بيفكر فيه؟ لا بس عايز اقول في الحته دي، عايز اقول حاجه. اتفضل. انه الوقت كمان مش هيسعف كروش ان يقدر يجرب او يدخل حد من عنصر الوقت مش هيسعفه وقت. لان المباراه هتبقى مباراه الاهلي والزمالك في افريقيا، هتبقى فرق يومين ثلاثه، فانت هتدخل على طول على لحد 19، مش هتقدر تلعب مباراه وديه، المنتخب مش هيقدر يلعب مباراه وديه، منتخب عسكر اربع ايام، فبالتالي مش هيبقى عنده توقيت يجرب. خلاص هو عمل تجربه، دخل 80 لاعب ولا 88 لاعب، وطلع في النهايه منتج اللي شفناه في كاس الامم الافريقيه. صح. المنتج ده صعب جدا 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 تغير فيه. خلاص هم ده القوام الرئيسي اللي موجود معاه، اللي هيلعب بيه المباراتين دول. باذن الله باذن الله ربنا يوفق كل اللعيبه، لعيبه كلهم على مستوى عالي، سواء لعيبه الزمالك، لعيبه الاهلي، لعيبه المحترفين، لعيبه الانديه الاخرى. صح. كلهم ادوا اداء عالي جدا، واثبتوا حبهم وانتمائهم لمصر، وحبهم وانتمائهم لفلنه المنتخب، ومثلونا خير تمثيل كلهم بلا استثناء، بلا استثناء، كلهم لعيبه رجاله ومحترمه جدا. يتبقى الخطوه الاخيره اللي هي ملحق تصفيات كاس العالم باذن الله. باذن الله باذن الله اذا وفقنا في المباراه الاولى يعني ان شاء الله الحمد لله. حتى اصابه الحمد لله، يعني طبعا كل شيء قدر، لكن حتى حجازي يعني أكرم. حجازي لما اصيب في توقيت الحمد لله كان بدري شويه، لانه عطى فرصه الراجل يجرب مكانه محمد عبد المنعم وياخد مركز، فالحمد لله. يعني مثلا ايه يعني كلها اقدار، لكن يعني كويس مثلا لما حجازي ما صابش في المباراه النهائيه، فالراجل هيفضل يفكر مين بديل حجازي، لكن هو جرب بديل حجازي بالفعل. بس الحمد لله. عايز اقول حاجه في الجزئيه دي، كروش بطل. ليه بطل؟ لان احنا كان في الاوضاع الطبيعيه لو اصيب حجازي او اصيب مشكلة هنقعد عشنا معاها مع كوبا. لكن طبعًا هو طبعًا لكن طبعًا هو طبعًا الحقيقه طبعًا. الحقيقه اصيب حجازي ولا اكرم توفيق خرج، اصيب الونش ولا كاننا اكرم توفيق اكرم توفيق في اول مباراه ما حسناش بان في مشكله. بالظبط. يعني الحقيقه يعني دي نقطه ايجابيه جدا عند كروش، ما فيش لاعب غاب من الاساسيين. مين اكتر لعيب انت كاستاذ عمرو الدردير غاب من المنتخب واثر معاك انت؟ وجهه نظر اثر معايا انا، يعني مين غاب اصابه وقلت يعني لو كان موجود كان هيفرق؟ لا انا بقول لحضرتك زي ما انا بقول لك، مع كروش الحياه مختلفه. ما حسيتش بولا واحد. انا بتكلم بامانه، مع كروش الحياه مختلفه. غاب الشناوي دخل ابو جبل ولا اي حاجه. صح. غاب الونش دخل عبد المنعم ما حسيناش بحاجه. غاب حجازي دخل محمود علاء ما حسيناش بحاجه. رجع الونش خلاص ما حسيناش بحاجه. لا بامانه ربنا مع كروش انا ما يعني مش حاسس بالقلق ده. حتى المباراه الاخيره لما غاب عمر ولعب امام عاشور بطل ما حسيناش بحاجه. ولعب على مين؟ على ساديو ماني. وعمل مباراه كبيره جدا جدا تدرس. فلا ما حسيتش، انا ما حسيتش. يعني محمد عبد المنعم ده جه لعب، انا ما اعرفش مين محمد عبد المنعم، بس جه لعب، لا لعيب كبير. صح.
ما حسيتش ان في فرق. هو ممكن بس ما بين حجازي وما بين اضافات بسيطه جدا، مثلا زي احمد عبادر يخش يخش مثلا، بس ايه ما يكونش في القائمه بس يكون موجود معايا يعني، ياخد جزء من المباراه، ياخد بتاع حسب الظروف الفنيه. ده على حسب مين يعني؟ بقول لك احمد عبد القادر ناس كتير جدا بيتكلموا عليه من الاهلي، هل في حد من الزمالك من وجهه نظرك قريب؟ طبعا مش من الزمالك، انا بتكلم بشكل لا عام. لا بتكلم من الزمالك، لا انا بتكلم بشكل عام. مصطفى فتحي يستحق ان ياخد فرصه، لان ممكن يوصلك، عنده حلول هجوميه. واحمد عبد القادر في الناحيه الثانيه يعني واحد يمين واحد شمال، دول عندهم حلول هجوميه ممكن يوصلوك. انا ارى ان الاثنين دول يعني مفروض يبقوا موجودين كحلول هجوميه، يبقى موجود عندك حتى على الدكه ممكن بالزبط. يعني لو احتجته في اي وقت. لكن انا ارى ان دول يبقوا موجودين. عبد الله السعيد، طريقه كيروش اجبرته على الاعتزال دولي؟ بالتاكيد واضح ان الرساله وصلت له بدري جدا، ان كنت مش هتكون في القوام الاساسي. والمؤكد ان هو اخذ القرار ده في كاس الامم الافريقيه، يمكن بعد ثاني مباراه تحديدا الراجل عبد الله السعيد حس ان كروش مش هيعتمد عليه بشكل اساسي جدا. وصلت له رساله النقد او راي مش هقول نقد، راي الخبراء في أدائه، وان سنه وان الطريقه مش مناسبه، وان كروش مستمر لحد كاس العالم، هيبقى مستمر لحد كاس العالم. لا يعني كابتن سيف، انا مش عايز اقصو على عبد الله السعيد، بس عايز اقول حاجه. لا بس لا مش اقصو على عبد الله، بكمل بس في الجزئيه دي مش عايز اقصو على عبد الله السعيد. عبد الله السعيد طريقه لعبه بيتالق في طريقه 4-4-2 او 4-3-2-1. لما بيلعب الطريقه دي عبد الله السعيد بيبقى في صانع لعب، وفي بياخد الكوره وبيقف عليها، ودي برده نفس الحكايه قفشه. هو في المرحله الاولى لما كروش غير الطريقه خالص، فبيلعب 4-3-3، فغير شكل الاداء. مش محتاج صانع العاب يقف على الكوره ويعمل، لا هو عايز الثلاثه اللي في النص هم اللي بيدافعوا، هم كمان بيلعبوا نفس الدور صانع بلاي ميكر. بس الثلاثه كان يعني فبالتالي كان عبد الله كان يحتفظ بالقرار ده لحد ان شاء الله كاس العالم. يعني كنت اتمنى ان عبد الله يعتزل، يعني اعتزال اللعب الدولي، واحنا نكون كلنا فرحانين بالتاهل لكاس العالم. يعني حتى لو مش هيسافر كاس العالم، يعني مجرد بس ان هو يكون موجود في قائمه المنتخب باذن الله ربنا يكرمنا ونروح كاس العالم. هل وجهه نظرك لو هو ما كانش اعتزل، هو كان ممكن يبقى موجود مع كيروش؟ يعني على الاقل يا كابتن، يعني على الاقل خلاص يبقى اعتزاله في مناسبه كويسه. يعني لا انا مش بتكلم اعتزاله، هل هو اختار التوقيت؟ طبعا كان هيبقى موجود. لا اعتقد ما كانش هيبقى. اعتقد صعب. اعتقد كان صعب. بس يعني اختار كان بس برضه عبد الله السعيد كلاعب دولي الناس كلها بتقدره كلاعب موهبه وحاجه كبيره جدا، وقدم المنتخب حاجات كثيره جدا. لكن كنت اتمنى من عبد الله انه يأجل قرار لمده شهر واحد بس بعد كاس العالم، سواء ربنا قدرنا. ازاي ربنا يأجل وانت بتقول ان مش هيحطه في يا سيدي؟ مش مشكله، القرار ده قرار. يعني انا وجهه نظر ان كان هيبقى لا موجود. لا ما في لعيبه بتاخد يبقى عندها قرار وبتاخده في وقت مناسب، زي وليد سليمان خد قراره في وقت مناسب. والراجل عامل حسابه انه لو ربنا كرم والنادي الاهلي وفق وعمل حاجه كويسه جدا يعلن اعتزاله. وليد سليمان ما بيلعبش بقاله بس هيكمل موسم، هيكمل موسم يعني. مع عبد الله السعيد برضه نفس القصه، مع منتخب مش اساسي يعني في كاس الامم الافريقيه خلاص جات له رساله. اعتقد ان هو يعني عبد الله لاعب ذكي، واعتقد انه اتكلم مع الراجل. هي شهر واحد بس كابتن، يعني ممكن ينتظر. لا قدر الله اخفقنا خلاص، دي نهايه مشوار الدولي. في طريقه يا كابتن سيف، طريقه كروش في اللعب اللي هي 4-3-3، مش عايزه بلاي ميكر، وهو في المرحله الاولى استغنى عن قفشه، وفي المرحله الثانيه ما بقاش يعتمد. السؤال هنا اللي عايز اساله الناس بتفكر فيه، كيروش بيفكر في محمد شريف، هو من العناصر اللي موجوده معاه، ما خدش محمد شريف معاه فرصه كامله خلال الفتره اللي فاتت، كل الناس كانت متوقعه ان حل محمد شريف هي المباريات المتبقيه في افريقيا والدوري الممتاز، ان هو يقدم لكيروش ويقدم للناس شيء مختلف. هل ده تقدم حتى الان؟ هل ده هيتقدم؟ وهل لو استمر الوضع كده هيبقى قرار كيروش ايه من وجهه نظرك؟ لا هي بس هيشوف بقى قناعاته، ممكن قناعاته يعني. هي الفكره هو محمد شريف موجود، موجود معاه مصطفى محمد، موجود معاه، لكن الفتره اللي جايه مروان موجود، مروان حمدي موجود، لكن في الفتره دي بقى يعني احنا مثلا فكرنا كان بيلعب مثلا مروان في اوقات مثلا كانت بالنسبه لنا مفاجاه يعني ان محمد شريف كان ياخد فيها، لكن الفتره الجايه دي احنا لسه الاهلي هيلعب مثلا 3-4 مباريات افريقيه، زي ما كان 3-4 مباريات افريقيه، هيشوف مروان حمدي في سموحه. يعني انت من وجهه نظرك ان محمد محتاج يبذل مجهود كبير طبعا عشان طبعًا الامور طبعًا تتغير طبعا، وياخد لانه هو لو رجع محمد شريف اللي عمرو بيقول عليه اللي بتاع اللي عمرو محمد شريف
بتاع الموسم اللي فات اكيد اكيد كل دور اكبر مع كروش. طبعا محمد شريف لعيب كويس جدا ولعيب هايل يعني، لكن طريقه كروش انا بقى يعني ده اللي انا عايز اوصله. طريقه كروش مختلفه عن الطريقه اللي بيلعب بيها محمد شريف مع النادي الاهلي. طريقه كروش مختلفه عن الطريقه اللي بيلعب بيها عبد الله السعيد مع النادي الاهلي. طريقه كروش مع بيراميدز. طريقه كروش مختلفه عن الطريقه اللي بيلعب بيها قفشه مع الاهلي. عشان كده لما بييجوا المنتخب ما بيظهروش بنفس الشكل. انت فاهم؟ فهي الطريقه المختلفه هي اللي هو كروش عايز الناس اللي تخدم طريقته. فتخدم طريقته ازاي؟ مش عشان انا شايف محمد شريف كويس في النادي الاهلي او قفشه فهو هيجي في الطريقه دي هيأدي. يعني لا، هو يعني هو شايف ان مروان افضل من محمد شريف بمليون مره في طريقته. في طريقته هو شايف كده وده اللي حاصل. فبالتالي محمد شريف لا لو ما لجأش يعني قصدك ان هو هيتمسك بالثلاثه؟ انا رايي كده هيتمسك بالثلاثه.